احنا ان شاء الله في تواريخ الفيفا تاع مارس وجوا عندنا مقابله رسميه لكاس العالم ومقابله وديه. هو راح يكونوا كل مره راح نلعبوا مقابله وديه ضد فرق ومنتخبات يعني ان شاء الله عالميه، ولكن احنا راح نستنى القرعه يوم 21 جوانفي في مصر ان شاء الله في مصر، ونعرفوا يعني وين راح نلعبوا وضد مين راح نلعبوا المقابله الاولى والثانيه، وبعدها يعني راح نحدد ان شاء الله شكون راح يكون المنافس نتاعنا في المقابلات الوديه. والحمد لله اليوم الجزائر والمنتخب الوطني يعني عندنا طلبات عديده باش نلعبوا مقابلات دوليه مع يعني منتخبات كبيره.